لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبروك عواشركم، كل شيء مزيان. اليوم غادي نوريكم كيفاش تركبوا الراديو ديال الطوموبيل. انا بدلت اختي دا وندرويد، غادي نركبوا ليها ماركة طاليانية. هاد السيد جايبو من برا بانليل كما كتشوفوا. هاد الكاميرا حيت خدتو انا مستعمل، ما خدتوش جديد، خديت لي هاد الكاميرا كما كتشوفوا. خديت هاد اللي فهاد الشكل هذا، وهنايا ملي كد مثلا ملي كدير المارشي داكشي تتشعل. انا غنوريكم كيفاش كيركب هادشي. هاد الكاميرا زوينه حيت كتدخل وكتجي كاسطري، ما كتبانش مع مثلا تقب ليها بحال هكا وكتجي هي هذيك، كتجي ميته مع يوم ملي جيت حيدت الراديو القديم دوك الخيوطه لقيتهم كاع مقطعين، حيت هي عندها جوج بليسات، واحد بليس كيكون هنايا وداك الخيط الصفر هو هذا حتى هو بليس. ملي كدير لومب تيمو درتهم كيشعلوا بجوج فيهم الضوء. دونك هما كانوا مقطعين هاد الخيوط هادو ومدايرينها بليس واحد هو هذا كما كتشوفوا. ها مدايرين هذا، وشو كيفاش داير هذا الماس، هذا ها البليس ها، وكانوا مشانتينو مع هذا، وهذا وهذا كانوا لاقينو ودايرينو مع هذا. هذا كانوا مقطعينو كما كتشوفوا. انا دابا غادي نصاوب هاد الخيوط هادو نريقلهم. وهذا راه ديال الباق. دابا هو الراديو كيبغي باش غيخدم خاصو ماس اللي هو هاد القهوي، وخاصو جوج بليسات ها هما هذا وهذا. ملي كدير الكونتاك كيخدمو وكانوا مقطعين حتى هذا ها هو فين مانكينو. انا دابا غادي نريقل هادشي كامل، عاد غادي نوريكم كيفاش تركبو. حيت هاد الفيشات هادو وشريت لي انا واحد ها هو هاد الفيش، حيت هو تا الراديو ست مقطعين لي هاد الخيوط وقاديتهم. ها هو البليس اللي قلت ليكم، هاد الصفر وهذا، هادو هما باش كيخدم الراديو. والماس هو هاد الكحل كما كتشوفوا، هاد التلاتة ملي كتبغي تدخل ليه الضو باش غيخدم، هاد تلاتة الخيوط، هذا ماس وهادو بليس. مثلا اللي ما كانش عندك هاد الفيشات وهادشي، انا دابا درتو باش تبغي تحيدو مثلا، ولا درت لي هاد الفيش كيدخل في هذا بلا ما تبقى تبغي تحيد الراديو مثلا، بلا ما تبقى تقطع في الخيوط وتقطع في داكشي. انا دابا غادي نقاد هاد الخيوط وهادشي، وانا غادي نوريكم كيفاش. كما كتشوفوا مني قاديت داك الخيوط داكشي، ركبنا الفيش داكشي امارش ديال لانطير حتى هو صوبته، راه كان مقطع اللي كنتو شفتوه في الاول. وما خاصش هذوك ديال لانطير يتلاقاو داك الوسطاني مع دوك الخيوط الاخرين، خاصك دير هذاك الخيط الاول الوسطاني تعري وتقادو داكشي، وعاد تسكوتشي عاد دير فوقو الاخر، ما خاصهمش يتلاقاو باش الراديو يشد مزيان. كما كتشوفوا الفيشات هذوك مني قاديد الخيوط داكشي، ها نتوما النتيجه، داكشي كلشي ركب في بلاصتو كلشي مزيان كما كتشوفوا. وديال الكاميرا ها الفيش ديال الكاميرا هو هذا، حيت عاطينكم الشيمه هنايا كلشي كاين. ها هي هنايا والخيط ديالها، حيت الكاميرا كتخدم بواحد الخيط، كدير الفيش وها الخيط ديالها مكتوبه فيه باكار. ها الفيش كيتخشى هنايا وكنلاقيو هاد الخيط هذا مع هذا، هذا كيتلاقى حتى هو مع هذا. ومني كتبغي تركب على اللور راه كتخشي هاد الفيش حتى هو. هذا كيركب مع البوله ديال المارشاريان، باش ملي كدير المارشاريان تيدوز ليه البليس كتخدم الكاميرا، كتخدم الكاميرا
عاود تاني هذا ديال ليكليرا ديال ليكليراج ديال البوله. ها هو هذا تا هو تديرو مع البليس ديال المارشارير مع ديال البوله، وهذا كديرو ماس صافي كتخدم الكاميرا. انا غادي ندير واحد التجربه نديرها ديريكت باش نوريكم كيفاش كتخدم. كما كتشوفوا على الكاميرا احنا غادي نديرو ليها الخيط ديالها. هي كتخدم elle pèse toujours lourd hein, dans les économies méditerranéennes en particulier au sud qui représente à peu près de 10 à 15% en Algérie 14% et entre 12 et 15% au Maroc. Dans les années la pluviométrie puis la pluviométrie ديال البليس اللي بغيتي تجرب. وقلنا كدير هاد الخيط هذا ديال البوله، حيت البوله الا ما درتيش ديالها راه ما تخدمش. كديرو كتعاود تخدم. دابا انا غادي ندوز دابا ديال الكاميرا، غادي ندوزو من لهي من التحت، وغنحيد هذيك البلاستيكه وندوزو تا الله ور لهي، وغادي نشوفو واش غادي نحيدو البارشوك ولا باش نتقبو راه الشنيول، راه جات الشنيول وكلشي. هذا هو الراديو القديم كما كتشوفوا. نركبو دابا الكاميرا لانستالاسيون ديالها ونعاودو نشوفو كما كتشوفو. ها هو بعد ما ركبتو دوز الخيط من لهي، من جيت الموكيط من هنايا دوزتو من هنايا من هنايا دخلتو من هنايا وجاي ها هو كما كتشوفوا. دابا غادي ندخلوه تاني من هنايا من هاد البلاصه ونجيبوه طلع من هنا ويخرج عندنا، وديك الساعه غنشوفوا تاني كي غادي نديروا ليه. كما تشوفوا انا حيدت هادشي كامل، الخيط هو دايز من هنا. هادو راه عندهم لي زيكراب باش تحيدوهم. ها الخيط منين دايز دوزو من التحت، وهو دابا غنديه هنايا. كاينين واحد البلايص كيتنفس منهم الطوموبيل، هما غادي نشوفوهم حتى هما نخرجو من تماك. حيدت هاد الكوسان باش ما يعانكش الكوسان، راه هاد اللعيبه كدفعها بالطورنوفيسكو وتجبدو تكي وتجرو عندك سيه. دابا نكملو على العمليه كما كتشوفوا. راه دوك منين كيتنفس الطوموبيل، انا غندير لكم الفلاش باش تشوفوا. كما كتشوفوا بعد ما حيدت هادي، راه هاديك اللي كيخرج منها البرد، هادي عرفتي لاش كيديروها؟ هادي باش مني كتسد الباب بالجهد وداكشي، هادو كيخرجوا داك الضغط اللي كيكون لداخل. هادي تا هي عندها ثلاثة، أنا خرجت هداك الفيش منها باش تاني مني كتكون مخدم الكليما ودير ديال الروسيكلاج كيبدا يخرج داك البرد من هنايا. راه كاينة تا في الجهة الأخرى، حنا دايرين باركينغ رادار كما كتشوفوا. ها في الجهة الأخرى كاينه، راه خرجت منها الخيط من تماك، وها هو خرج من التحت بلا ما تحيد البارشوك، حيت أنا كنت بغيت نحيد البارشوك خاصك تحيد الفيروجات، تحل واحد البايلينات، تحل واحد الوحدين هنا. دابا غنحل هذوك ديال هنا، ها هما كما كتشوفوا، باش نخشي يدي، حيت أنايا فكرت غادي ندير الكاميرا هنايا. دابا ديرها في البلاكه كتجي عيانه، والبلاكه بحال راه مهزوزه الفوق، دونك هنا البلاصه مقاده هادي. غنحاول نثقب هنايا هنايا، نحل بعد هذاك باش ندوز الخيط ونعاود نشوفو ونثقب هاد البلاصه هادي. بالنسبه لواحد المساله لاحظت دايرين واحد شويه لاكريس هنا، شتي مزيد بحال لاكريس باش لا طاح شي شويه الماء ولا هادي ما كيبوريش الطوله كما كتشوفوا. راه باقي داكشي ناض، وهاد الفيروجات اللي ما عندهمش حيت كيتهرسوا ليهم هذوك البايلينات كما كتشوفوا. ها هو هذا وهذاك الفوقاني عندو ثلاثه، وهذا خاصهم يكونوا مزيرين مزيان، حيت لما كانوش مزيرين كيدخل الماء وكيولي لك هنايا. هادي راه كانت الغبره هنايا مسحتها كما كتشوفوا، وراه الخيط بعد ما خرجت وراه رجعت هذيك اللعيبه لتماك. دابا غادي نرد هادشي ونركب هاد البوله. انا كنت حيدت هاد البلاستيكه هي كما كتشوفوا، ها هي نعاود نركب، راه عندها لي زيكراف. دابا ملي خرجت الخيط صافي، غيبقى لي الخيط ديال المارشارير
نسيتو خاصني ندير هنايا نشوف بعدا غندير المارش عليا نشوف بهذيك البولا اين هو اللي دايز لي الضو باش نديرو مع ديال الكاميرا. والخيوطه دابا طولت داك الخيط اللي في هذا الفيش حيت قصير، انا خرجته زدت واحد الخيط طويل كما كتشوفوا هو هذا. دابا غندخلو لداخل وهذا الفيش حتى هو اللي كيشعل لينا الضو، ها هو حتى هو قادينا مع هذا. كديروا لي مات سكوتش هكا باش يدي يكون داكشي مزيان. صافي انا غادي نجرو دابا من الداخل باش يخرج عندي. ها هو دابا هادو اللي خرجوا عندي ديال البوله والبليز ديال الكاميرا غنديرهم في ديال المارشارين. المارشارين يمكن واش هذا ولا هذا ولا هذا، حنا غادي نشوفوا دابا بهذيك اللومب تيموا باش نلصقوه. وهذا غتبقى عندنا القضيه ساهله دابا ملي تركب الكاميرا، هذا غنديروه هنا وهذا غنديروه هنا صافي غتخدم مارش. دابا انا غنجيب البولون نشوف اين هو ديال المارشارير. انا دابا درت الخيط ديال المارشارير، انا غادي نمشي ندير المارشارير وتشوفوا باش غادي تشعل البوله. وهذا الخيط ديال البوله ديال المارشارير هو اللي غادي نديرو فيه داك البليز ديال الكاميرا والبليز ديال البوله، والماسر غادي نديروها في الحديد. هي دابا درت المارشارير انا حيد. اذا هذا هو الخيط علاش كنقلبو. ها الماس كما كتشوفوا هذا هو الماس، ماس راه في الطوموبيل كامله. نرخفو داك البولون ونديرو عليه الخيط هاد الماس ديال الكاميرا صافي وغادا تخدم مزيان كما كتشوفوا. ها هو بعد ما ركبنا الخيط، ها هو بالنسبه اللي عنده الجولف كات، ها هو راه هو اللي في الجنب من هنا بحال الكحل، كحلو في واحد الخطيط زرق. وهذا الماس درناه قلنا ديال الكاميرا وديال البوله، ها هما شانتيناهم هنايا. الماس درنا ليه واحد الرونديل وزيرناه مع هذا. والخيط كما كتشوفوا راه داخل. ها الكاميرا دابا غندير واحد التجربه. كما كتشوف هو كاتب لك خاصك تريقل الكاميرا، راه ما مريقلاش زعما تدور تتشد الاتجاه الصحيح. هادي باش زوينه كيبقى خدام الراديو كما كتشوف. دابا مزيان وراه في تا اليوتيوب في كلشي، تنسالي ونوريكم مني نركب الكاميرا نوريكم كيفاش داكشي. بالنسبه للخيوط راه قاديناهم، درت لها هذا السكوتش باش يبقى شاد معاهم. هذه البوله غادي نردوها لبلاصتها. هذا الفيش ديال لاليم سيجار انا ما عنديش، ولكن غنشري وحده وغادي نتقب ليها وغادي نصاوبها. تبغي بريز ديال 12 فولت، ها هو الفيش كاين ولكن انا ما عنديش بلاصتو. غادي نشري واحد وغادي نلصقو هنايا حتى هو تيستيتو فيه الضو. هو انا كنقول هذا ديالاش ديال هذا، طاحت في بالي راه بريز هذا ديال 12 فولت. تبغي تخدم به شي حاجه، تبغي تخدم مثلا بحال هذا الكونفلور، بزاف ديال الحوايج كما كتشوفوا. هو داكشي مزيان، انا غادي نرد هادشي كامل وغادي ندير نقرب الطوموبيل اللي هي حدا بريز باش نتقبل ليها التقيبه هنايا. نعاودو نشوف ديك لي زيغراف طارت ليا من هنايا، قلبت الصنيديقه بعدا تعدي وحده بحال هاي، حيت ملي كتحيد كتخسر كما كتشوف. علاش ديما الواحد خاصو بحال هادشي يكون عندو هاد لي زيغراف وهادشي. صافي كنديرو ليها هكا باش كتشد الموكيت صافي، ونعاود نركب البلاستيكات وداكشي ديالي. شو الفرق ما بين التركاب ديالي، التركاب ديال هذا كان مركبين ليه باركينغ رادار، شو داك الخيلوطه كي دايرين ليه، شو الخيوط كي كاع مربجين، شو السكوتش كي دايرين ليه بابي كولا. انا غادي نحيد هادشي نقادو. شو الخيط مخلينو عريان هنا، لا دار شي سيركوي ولا هذاك الله يحضر السلامه. شو
خليني كل شيء عريان، انا غادي نقاد داك الشيء حتى هو. طولت واحد الخيط وداك الشيء الرالونج باش غادي نثقب. كتقادوها هاد اللعيبه ديال الماله، كتقادوها معاها هاي، تقادو شي حاجه هكا ودير روبير. وبالنسبه للميش راه تيكون مع الكاميرا، كتشري معاها هاو كما كتشوف صافي، وكتحط هنايا وكتقب. انا غادي نتقب ونعاود نرجع كما كتشوفوا. ها هي كما كتشوفوا، ها هي تقبت الميش طاح حيت ما كنتش مزيرو مزيان. نحيدوه. ها هي دابا غادي نجيب الكاميرا ونخشي الخيوط من هنا باش نشدهم من التحت. ها هو داك الطرف اللي تحيد. بعد ما خشيت الكاميرا هنايا دليت ليها الخيوط، حليت هاد البولون هذا، ها هو هنايا دليتهم. وجدت الاخرين ملي ولاقيتهم كما كتشوفوا، درت ليهم سكوتش على قبل الماء وعلى قبل ما باش ما يتحيدوش. وكن نديرهم هكا ندخلهم كما كتشوفوا ونردوا الفيس لبلاصتو. صافي دابا راه خدام، غيبقى لنا باش نريقلو الكاميرا واش دايره هكا ولا ما هكا. تنمشي بعدا نشوف في الراديو اللي نزير بعد هاد البولون. الكاميرا مني في الاول خشيت ليها الخيوط، راه ما خشيتهاش كامله، زقيتها شويه باش تصيب كي تريقل، تدور هك ولا تدور هك ولا. وكتحضر هاد الطابيه كيما كتشوفوا راه تريقلتها. مني كتريقلها مزيان صافي كتورك عليها باش يشدوا هذوك لي زيغراف ديالها كيما كتشوفوا، راه كتجي ميته معانا. انا راه عديت الباركينغ رادار، ها هما لي كابتور ديالو، واحد الثاني الثالث والرابع. راه خدام داك الشيء كيما كتشوفوا، راح يدير المشاريع هذا. وهذه راه كدير ليها، كنت مشارجي فيها واحد الفيديوهات من اليوتيوب، خدامين مزيان. كما كتشوف هادو راه بلا كونيكسيون، كطلق لي الويفي من التليفون وشارجيتهم. ودرت لي تا هو جيميل وكذا في بلاي ستور، في كلشي كما كتشوفو. كما كتشوفوا حيت دابا التراكتور ما عدوش، ما ماشي داكشي مقاد خارج، هذيك لازت بزاف غنولي صافي. باركينغ رادار راه تا هو كيعاون، وهذا هو اللي كاين. الراديو راه مزيان كما كتشوفوا، هادو هما الفيديوهات اللي كنت مشارجي. نشوفوا اليوتيوب لا بغا يخدم، رانا طارق الويف ولكن مع التصوير ما عرف. نجربوا القناة ديالي مثلا، هاهي إذا خدام، هاهي كيما كتشوفوا داكشي خدام مزيان. مثلا نشوفوا هاد الفيديو هذا، بالويفي دابا كطلق ليها الويفي، الصوت راه فيه مزيان. حاولوا ما امكن باش ما يقيسش لينا داك، يقيسنا الطولة ولا يقيس الصغر. الا بغيتي تزيد الصوت خلي فيها. واللوغو، بالنسبة للوغو راه فيه اللوغوات بزاف، اللي بغى يبدل مثلا شي طوموبيل اخرى
هي مارس منين درت كتبدل اللوغو اللي بغيتي دير مثلا ديال شي طوموبيل اخرى كديروها هي بوت لوغو اللوغو اللي بغيتي كديرو في التشعيل حيت هو الدوريجين كانت فيه هادي واقيلا كانت فيه السميه ديالو كطلع هاد بانليلو وبدلت هاد ديال فولكسفاغن المرسيدس كلشي كلشي لادا رونو سيتروين الفولكسفاغن اخويا نحي دير الفولكسفاغن صافي هادشي اللي كاين ونتمنى يكون هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم ورمضان مبارك كريم والسلام عليكم.